من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. كان لنا حديث في حلقتين سابقتين عن الدعاء، وتحدثنا عن مشروعية الدعاء، وتحدثنا عن أهمية الدعاء وعن الدعاء المستجاب. يبقى هناك تساؤل دائما الناس يسألون، يقول إذا جيت أدعو ما أدري ماذا أدعو. وهذا من يعني من الأسئلة العجيبة والغريبة، يقول ما أدري ماذا أدعو. تبقى هناك دعوات مهمة ما ينبغي للعبد أن يغفل عنها، هناك دعوات مهمة ينبغي أن تكون يعني يدعو بها العبد يوميا أكثر من غيرها من الدعوات. وحديث اليوم عن هذه الدعوات المهمة التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد. لكن قبل ذلك لا بد أن أقول الرغبات التي عندنا والحوائج التي عندنا كثيرة، ما منا من أحد إلا وهو مليء بهذه الرغبات والحوائج، وكل هذه الرغبات والحوائج عند الله سبحانه وتعالى. فاسأله حاجتك واسأله سبحانه وتعالى رغبتك، لكن ركز على بعض الأدعية المهمة حافظ عليها. هناك أدعية تقتضيها المناسبة وحال الإنسان، قد يدعو هذا إنسان بالنجاح، الآخر ما يحتاج أنه يدعو إلى نجاح في امتحان، ما عنده امتحان قد، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى النجاح لابنه أو للنجاح في وظيفته أو للنجاح في مشروع جديد يقدم عليه، زواج أو غيره. الله سبحانه وتعالى بيده كل هذه الخزائن، خزائن النعم، أما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تدبروا إخواني أخواتي، الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه فيقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذه الخزائن، هذه الخيرات، هذه النعم كلها بيد الله سبحانه وتعالى. إذا تيقن العبد بذلك توجه بالسؤال إلى الله، لا يمكن أن يتوجه إلى غيره. رسالة لي ولكم إخواني أخواتي، الحوائج التي هنا في صدورنا ونريدها لا تتوجه إلى غير الله أبدا، لا تتوجه إلى شيء قد خلقه الله، لأن هذا لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، لكن توجه إلى الله الذي عرفك بنفسه فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء
الأشياء التي نحسها والأشياء التي نشعر بها، الأشياء المحسوسة والأشياء المعنوية. واحد يريد الهداية اسأل الله، واحد يريد التوبة اسأل الله، واحد يريد الثبات اسأل الله، واحد يريد الجنة اسأل الله. لا تسأل مسكين واحد صاحب قبر، واحد ميت في قبره تأتيه تسأل تقول يا صاحب القبر عطني ولد، معقول؟ معقول وقد زينك الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ معقول وقد زينك الله سبحانه وتعالى بالدين؟ تأتي إلى إنسان، لو كان هذا الإنسان الميت لو كان يملك لنفسه قدرة وقوة على أن ينفع، على أن ينفع غيره، نفع نفسه، نفض التراب عنه وخرج عاش الحياة حلوة، بس ما يملك لنفسه، كيف تسأله؟ كيف تتوجه إليه بالسؤال؟ كيف يتوجه هذا الإنسان المسلم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآيات، هذا الكتاب المبين، يتوجه إلى شجرة، شجرة تقطع أغصانها فيتبرك بها أو تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، أو يذهب إلى حجر؟ هذا ما ينفع. فنتوجه كلنا إلى الله سبحانه وتعالى. أعود إلى هذا التساؤل، يقول ماذا أسأل ربي؟ الله سبحانه وتعالى يقول واسألوا الله من فضله في سورة النساء، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لكن إذا سألتني ما هي الأمور الأهم ما أسأل ربي سبحانه وتعالى، أذكرك بأربع، إذا كفى الوقت أذكر الخامسة. الأولى التي ينبغي أن لا تغفل عنها، يعني لا تمر عليك، لا يمر عليك الأربع، لا تمر عليك الأربع 24 ساعة في يومك ما تسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال. أتدري ما هو؟ اسأله سبحانه وتعالى الهداية، وداوم على هذا السؤال واستمر. أما تلاحظ أننا في كل صلاة، كل صلاة نصليها نقول اهدينا الصراط المستقيم. تصوروا يا أخواني يا أخواتي، قائمين، قد توضأنا، استقبلنا القبلة، دخلنا المسجد، أو جلست المرأة في محرابها تصلي، ومع ذلك نقول اهدينا الصراط المستقيم. نحن في هداية ونسأل المولى سبحانه وتعالى الهداية لأنه أمرنا بذلك، أمرنا. نعم، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية بين فترة وفترة في هذه الساعات التي تمر عليك في يومك، قل يا الله تهديني، يا الله، يا الله أسألك الهدى، يا الله أسألك الهدى. لأن سؤال الله سبحانه وتعالى الهدى، لأن الهداية بيده سبحانه. اسمعوا ماذا يقول الحق سبحانه، قال من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية بيده سبحانه، هذا في سورة الأعراف، في سورة الأعراف. في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نبينا عليه الصلاة والسلام في كل ليلة إذا قام يصلي صلاة الليل، تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي المؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى له، وهو أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله وأكملهم هداية عليه الصلاة والسلام، مع ذلك في كل صلاة ليل يستفتح بهذا الدعاء، يعني يكبر، يقول الله أكبر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة كل ليلة، كل ليلة يردد هذا الدعاء
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كم من البشر اليوم، كم لنا من إخوان وزملاء وأخوات تمر عليهم أيام وشهور وسنوات يعيشون في حيرة، يعيش في حيرة. اليوم العالم هذا الكبير، كله العالم الكبير صار، لا أقول قرية، صار غرفة صغيرة في يدك. العالم الكبير بمعتقداته، بأديانه، بمذاهبه، وقد يمر على الإنسان الذي لا يحصن نفسه، قد تمر عليه شبهات خطيرة خطافة، فتلتبس عليه الأمور. أو ربما الإنسان ينشأ في بيئة لها معتقد، وقد تمذهبت بمذهب، وهو يجد حيرة في نفسه من هذا المعتقد. أقول له وأقول لها: رددوا هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يدعو به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يطلب لنفسه الهداية، حتى إذا هداه الله سبحانه وتعالى إما أن يقره على الأمر الذي هو فيه إن كان صحيحا، أو انتشله منه إلى طريق الهداية وإلى طريق الهدى وإلى الطريق الصواب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر كان يردد: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بعض الناس في حيرة، أقول له: ادعو الله بالهداية. والذين هم على الهداية وعلى صراط الله المستقيم، أقول لهم: ادعوا الله بالهداية. فكم تعرفون وكم أعرف من انتكس، من تخلى عن دينه، تخلى عن تلك الثوابت والمبادئ وتراجع من بعد ما كان في عداد المتدينين وفي عداد المهتدين، فإذا به هناك بعيد عنهم، ابتعد عن طريق الهداية. والسبب غفل عن نفسه، ما دعا إن الله سبحانه وتعالى يهبه الهداية مع الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، حتى المهتدين يحتاجون إلى هداية، والهداية بيد الله كما تقدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية. لذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. يعلم علي رضي الله تعالى عنه، يقول: قل هذا الدعاء دائما: اللهم اهدني وسددني. وأنا وإياكم لنردد هذا الدعاء: اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم ارزقني الهداية. هكذا ينبغي أن نعيش مع هذا الدعاء المهم. وهناك أدعية أخرى آتي عليها بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني وأخواتي من جديد،
وحديثي اليوم عن أهم الدعوات. قلت أهم الدعاء أن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. الدعاء الثاني وهذا من لوازم الدعاء الأول، أنا نسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب. نسأل الله مغفرة الذنوب، ما فينا أحد مهما كنا على طريق الهداية إلا وله ذنب. لا يخدعنا أحد يقول لا أنا معصوم منا نحن، يعني ما في أحد، يعني إن كان لأحد العصمة فإلا الرسل والأنبياء، أما أنا وأنتم فكلنا صاحب ذنب. وهكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. هذه الحقيقة، نقع في الذنب. ما دام نحن في طريق الهداية لا بد أننا سنقع في الذنب. طبيعة البشر هكذا، ما في أحد معصوم أبدا، لا نخطئ. يعني لا يأتينا إنسان يقول لا هذا يعني هذا له قدسية معينة وهذا لا منزه عن الخطأ، ما في أحد. طيب إذا كان الخطأ سنقع فيه، إذا كنا سنذنب، فمن أجل الدعوات أن ندعو الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب، ندعو الله أن يغفر لنا. وتصوروا إخواني أخواتي، هذا الدعاء لازمه الرسل والأنبياء والصالحون معهم ومن بعدهم. الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. مع عظيم شأنهم وقدرهم ومع ذلك يسألون الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يحتاج الإنسان إلى أن يسأل المولى سبحانه وتعالى مغفرة الذنب. في موضع آخر في كتابه الكريم يقول الحق سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يكتفوا بالدعاء لأنفسهم بمغفرة الذنوب، بل دعوا لإخوانهم الذين سبقوهم. وهذه من الدعوات المهمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عنه ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يعني نحسب له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. تصوروني أخواني أخواتي، في المجلس الواحد، يعني لو انتقل صلى الله عليه وسلم من مجلس إلى مجلس يقول نحسب له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وبين له أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يسأل ربه تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. وهذا من الأسئلة المهمة، كيف وربنا تبارك وتعالى يخاطب العباد. في الحديث القدسي، حديث قدسي عظيم إخواني أخواتي وجميل جدا، ويفتح لنا بابا من الرجاء كبير. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم، افتحوا قلوبكم إخواني أخواتي، اسمعوا هذا الحديث، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تصور يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. بس ادعو الله قل يا رب اغفر لي حتى لو كنا نذنب في الليل والنهار فلنقول يا رب اغفر لنا. نحن لا نتعامل مع مخلوق قد يمل منا أو يزعل علينا أو يغفر الواحد والثاني ما يغفر له، لا، نحن نتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى الذي في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا ربنا تبارك وتعالى العظيم سبحانه وتعالى الجواد الكريم. فنسأله مغفرة الذنوب، فنسأله الهداية ونسأله مغفرة الذنوب. ومما ينبغي ألا نغفل عنه، يعني لا يمر عليك يوم ما تسأل الله تبارك وتعالى هذا السؤال، اسأله سبحانه وتعالى الجنة وتعوذ به سبحانه من النار يوميا. لا تمر عليك ساعات تغفل ما تسأل الله الجنة، لأن احنا الهدف عندنا الرئيس هو الجنة. يصلي المصلي ويصوم الصائم ويقوم القائم ويتصدق المتصدق ويحسن المحسن ونفعل الصالحات، المقصد الجنة والنجاة من النار. بس في شيء غير ذلك؟ هذا الجهد الذي يبذل الأوقات والأعمار والأموال والمهج، هذه كلها تبذل ليفوز العبد بالجنة وينجو من النار. الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا خبر الأنبياء والرسل والصالحين بيّن لنا أن من دعائهم أنهم يسألون الله الجنة. قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، سألت ربها تبارك وتعالى الجنة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. كذا الصالحون وعباد الله تبارك وتعالى من بعدهم كانوا يتعوذون به سبحانه وتعالى من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لما أخبرتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بل دعوني أذكركم إخواني وأخواتي بحديث عظيم جاء في سنن الترمذي حديث أنس، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مثل البشرى مثل الهدية، حديث عظيم. وما أدري، يعني قد يقول قائل الآن ممن يسمعني يقول والله هذا الحديث أنا يعني نادرا ما أعمل به، هو حديث سهل يسير. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من سأل الله الجنة 3 مرات قال اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة.
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. عظيم الحديث ولا لا؟ فقط ردد اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال ماذا تقول في سأل رجلا قال ماذا تقول في 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 التشهد، أو قال ما تقول في صلاتك، قال ما تقول في صلاتك. وهذا حديث له روايات متعددة، هذه الرواية في سنن ابن ماجه حديث أبي هريرة، قال ما تقول في صلاتك، قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الأدعية التي تقولونها أنتم يا رسول الله مع معاذ والله ما أحفظ منها شيء ولا أعرفها، لكن أعرف دعاء واحد بعد التشهد، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، حولها ندندن، يعني القضية كلها هذه الجنة، نحن عملنا على للجنة فقط، سعينا للجنة، حولها ندندن. أما السؤال الرابع والأخير والذي أختم به هذه الحلقة، فالذي ينبغي أن لا يتركه العبد أبدا بعد سؤال الهداية وسؤال ربه تبارك وتعالى مغفرة الذنوب وسؤال الجنة، الثبات على الدين، أن يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات على الدين. وهذا كما قلت قبل قليل، إذا ما ثبت الله سبحانه وتعالى قدمك تزل القدم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم هذا الأمر، تزل القدم بعد ثبوتها، كانت ثابتة إذا ما ثبتها الله سبحانه وتعالى قد تزل. وكم رأينا إنسان كان من المصلين ومحافظ على الصف الأول في المسجد وبلغ من العمر قريب من 60، قريب من 60، تجاوز 55، فلما تقاعد، وهذه حادثة خاصة يعني ليس بالضرورة كل واحد هكذا، لكن أنا أتحدث عن حادثة خاصة، لما تقاعد وتعرف على مجموعة جديدة من الأصدقاء، فإذا به لا يعرف المسجد ولا يعرف الصف الأول، وين الإشكال، وين المصيبة؟ المصيبة أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يدعوه بالثبات ليل نهار، الرجل ما دعا، لأنك لا يكفي أن تكون من المهتدين من المتدينين، لا يكفي، بل لابد أن تسأل ربك تبارك وتعالى الثبات على هذا الطريق والثبات على الهداية والثبات على التدين، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أما قال الصالحون قبلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وقبل الدعاء بيّن لنا هذا الحديث العظيم، قال ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام يا مثبت القلوب ثبت قلبي، ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأنا وإياكم نردد نقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اسأله الهداية واسأله مغفرة الذنوب، اسأله الجنة سبحانه وتعالى، واسأله الثبات على الدين، فإذا ما ثبتك الله زلت القدم. قال الحق سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأل المولى سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية
والرشاد، وأسأله مغفرة الذنوب لي ولكم، وأسأله لي ولكم ولوالدينا الجنة، ونعوذ به سبحانه وتعالى من النار، ثم أسأله الثبات على الدين إلى أن ألقاكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور.